في البلاكه اللي راك لي زاكسيدون هذا يعني حاجه ثانيه كتشغل يخمو فين داك يعني الفل راهم يدوروا كاكون انا رايحين بعد كمواطن جزائري راني نشوف مستغانم الولاية الساحلية في الغرب الجزائري تعتمد على الفلاحة والسياحة بدرجة أولى بشواطئها الجميلة التي لا تستوعب الكم الهائل من السياح في الصيف. شبابها كبقية شباب الجزائر يريعهم ويقلقهم مستقبل التوظيف، فالكل يتساءل هل سيقضي انخفاض البترول واعتماد سياسة التقشف على آمالنا في الحياة الكريمة؟ أما يوجد في الجزائر غير البترول؟ أليس الشباب بأغلبيتهم في البلاد قادرون على العيش اعتماداً على ثروات طبيعية أخرى كالفلاحة مثلاً؟ فلماذا إذن يقول بعضهم يتخذ المسؤولون تدني أسعار النفط شماعة يعلقون عليها حججهم في شد الحزام؟ إحنا كشعب رانا قابلين هذه السياسة باش نزيروا السنتورة ما فيش مشكل، بصح أنتم اللي راكم مسؤولين كبار لازم تشوفوا بعين الاحتبار لهذا الشباب. هذا الشباب اللي راه تايه راه شباب كبير، الحمد لله احنا راه بلادنا راه فيها خيرات كبار، راه ماش كاين غير بترول، راه كاين الفلاحة، راه كاين أراضي كبيرة، راه كاين عدة راهي واو، الأموال هذه الكبيرة اللي راها في الجزائر وكلش لازم توظفوها للشباب، راها نسبة كبيرة 75% شباب الله يبارك، وكاع يخدموا وراه عندهم مشكل. وراه كاين سوء تسيير بون هنا حنا نسدر ذاكر مستغانم باش كنغر من ضرب لي ابري ما نكفوا القرايه نضرب لي انسوفري باش كنا في الخدمه بيسك كما قلت من قبيل موضوع التقشف هذا حنا لي بريمي اللي نضروا هما لي زيتوديون فهمت باسكو حنا كما قلت الهاجس تاعنا هو الخدمه بصح الله غالب هنا في الجزائر راك تعرف على ماشي حاجه نقولها انا ولا تقولها صاحبتي ولا يقولها واحد اخر باينه باللي رايحين نعاني وكيما عانوا الاولين التوظيف في الجزائر مكاش زعما مكاش كل حاجه بالوجوه تقرا مكاش خدمه تقرا زعما هاك توصل ليسونس ولا ماستر تخرج مكاش خدمه هذه هي السياسه التوظيف ما على باليش كيف راهم زعما يستقبلوا الناس باش يخدموهم في مؤسسه ولا في اي هكا شركه باش يوظفوهم على واش مانيش عارفه علاش على اساس زعما ليسونس ولا ماستر تلقى واحد ما عنده حتى نيفو يخدم واحد بالشهاده تاعو ما يخدمش كيف هذه ما فهمناش ثاني يدخل المشكل تاع البترول نقص تاع البترول ولا طلع ثاني ينقص في الاقتصاد يكون موت بزاف الصوالح انا ما راش طالبين المستحيل طالبين غير خدمه اسوري نو تيتيلر وصاي هذا ما كان لا بغات شهريه غير زوج ملايين بزاف ماناش باغيين حنا حاجه كبيره ولا حنا كيما قال لك قناعه وصاي حنا قانعين بس عشان اللي يخدمونا يعطونا منصب شباب نخدموا فيه ورحمتك يا ربي هذا ما كان حنا مانا طالبين حتى حاجه على بالنا باللي سكنه ماشي مدو سكاني وكاع انا المهم راني قاعد مع الشوابين وكاع ربي يخليهم منا هذا ما كان صاحبي حنا غير منصب شباب خدمه شهريه غير قليله المهم نعيشوا بها وصاي هذا ما كان صاحبي دروك حنا حاجه تاع ولا حقنا ولا كيما نقولوا حنايا أمنية تاعنا باه تولي عندك خدمة وسكنة وتتزوج ودير الدار ودير الدراري وين تام على بالي شوين تام بزاف معايا يا صاحبي يلفو نديرو هذا سياسة التقشف بيسكو حنا عندنا نظام اقتصاد ريعي حنا نحتمدو على البترول بيسكو لي بري تاع البترول طاحوا دونك اوتوماتيكمون غادي الدولة دير تقشف باسكو ماراش كاين اون بالونس اونتر الميزانية اونتر النفقات والإيرادات دونك حنا الدولة تاعنا يتنفق بزاف والايرادات تاعها راهم غير على الدخل تاع البترول تحتمد غير على هذا الشيء دونك اوتوماتيكمون غادي نديروا نفقات تاعنا والدوله راهي قالت باللي نقصوا مثلا اذا كانوا يوظفوا 1000 هذا العام راح يوظفوا غير 500 مثلا علاش لانه البترول طاح هل هذا يخوفكم فعلا بيان سور يخوفوا بزاف هذه حاجه تخوفنا احنا دونك دروك حنا تما دروك المستقبل تاعنا راه مرهون بالبترول تما لو كان يطلع بترول حنا نخدموا يهود بترول حنا ما نخدموش هذه هي راه كيما هكا يخوف بزاف بيان سور لقنا نديرو عاودو نشوفو نديرو احتبار نعاودو نديرو احتبار الاقتصاد تاع بلادنا دروك كاين بزاف قطاعات رايحه حبسه كيما الصناعات كيما الزراعه بيان سور يعطيك الصحه كاين بزاف صوالح راهم حابسين نعطوهم الاحتبار ونعطو لي جان ثاني الاستثمار دروك كاينه شويه بيروقراطيه ما لقناش دروك يسهلوا لي جان شويه هاد باسكو ما نظنش الى بلاد كيما هكا فيها 48 ولايه وجوج ملايين كيلومتر مربع ما تصيرش فيها منصب شغل انا نظن هذه امر مفروغ منه وبترول ما نظنش زعما قضيه تاع البترول هذه كي نقص ولا زاد ولا تكون
سبب فيها تكثر البطاله ولا تزيد ولا حاجه ولا حاجه. خويا بالنسبه لهذا المشكل اللي راه عندنا حاضر في هذا الوقت تاع راهم يقولوا بلي البترول راه طاحت السومه تاعه ولازم حنايا زعما كوم كوان نزيروا روحنا في المعيشه والاسعار شويه غلات. حنا نطلبوا حاجه مرك من الدوله تاعنا، الحمد لله راه يتخدم، كاين شي مشاريع بانوا بارابور لي زاني افون، بصح كاينه حاجه ماذا بينا هاد المشاريع كبار اللي ما همش عندهم اهميه زعما كيما نقولوا اهميه كبيره للشبيبه ولا للشعب بور لانستون، يخموا يسيروا المشاريع اللي اولويه. ما نظنش بلي هذا الشيء اثر علينا في التوظيف، خاطش علاه؟ هما راهم دايرين السياسه هذه تاعك شغل تاكلين على الاقتصاد وتاكلين على البترول وتاكلين على ما بيش. كاين امور اخرى، كاين دي دومان اخرى، كاين دومان تاع فلاحه، كاين دومان تاع صناعه، علاه ما يديروش دي زوزين هنا؟ علاه ما نخدموش حنا؟ علاه حنا من نولو دي برودكت تاع حنا ما نخدموش بلادنا؟ يا اخي كاين اطارات، ما كاش اطارات، راك تشوف لي جان لهم يقروا في الجامعات. قول لهم شوفوا لنا حل، ما ظنيتش غادي تسلك على خير. هذا البترول طلع، هذا البترول طلع، حنا داخلين في حيط طاح، حنا داخلين في حيط، ما عندنا حتى حاجه لهنا في ذي البلاد. والله وصلنا شنو نديروا؟ 27 عام انا راقد والنوم روحي راقد، كاش قاعد جديد بزاف نضرينا عندنا لا خدمه لا والو، لاجيري كومبلي ما كاش خدمه، وين ما نروحوا ما كاش خدمه، شركه تدفع دوسي تقارع عام ما كاش خويا، شركه تحلو جدد منا سوناطراك ما كاش ما تخدمش خويا، غير تاع شكون اللي خدمه؟ غير فلان وفلان، تا ولد فلان تخدم، تمشي ولد فلان ما تخدمش، باباك ما يعرفوش الا هنايا، مشي باباك مشي حيه ما تخدمش خويا لهنا، هنا تميزه تحط طابله في السوق منا يحاوزوك لا بوليس يزوك منا، تروح تحدك تطلع الحبس، ما تدير فيها الجزائر ما تدير والو خويا، قال لك بترول طاح من هذو يقوالب خويا، الجزائر عندهم الدراهم خويا، شاكي بخالي طاش هذا دراهم، الجزائر مازال ما طاحتش، عندهم الدراهم، غاز صخري، فرنسا ما عندهمش غاز صخري خويا، عندهم غاز صخري ديال المرض خويا، قال لك سلال قال لك رانا غايه، ماناش غايه خويا. بيان سير بلي بترول، هذه كاين البترول، لاجيري كومبلي فيها غير البترول، كاين بزاف صوالح يفتحوا لنا شركات يفتحوا لنا بزاف صوالح، الشبيبه قالها تخلص وقالها تعاني. الفو يديروا لنا حل يديروا لنا سوليسيون، اسكو رانا خلصوا. شباب نديروا في هذا الباب ما بقينا ما نديروا. خويا احنا بالنسبه لهاد الاسعار اللي طاحت، احنا عارفين بلي الدوله راهي دايره الاحتياطات تاعها افون ما يطيح البترول، راهم درسوا هذا المشكل. وراهم عارفين باللي السياسه هذه ماهيش تندرس افون بالايجابيات وبالسلبيات، بصح كاينه حاجه خويا، ماذا بينا الاولويه هي الشباب، باسكو مادام حنا عندنا بلادنا الحمد لله اغلبيه تاعها شباب، وان فوا الشبيبه تخدم ولا يكونوا عندها دي كيما نقولوا مشاريع صغرى، هذه تاع المؤسسات الصغرى اللي راهم يكريو فيها، ماذا بينا الدوله تزيد الدعم في هذا الاطار باش يكون كيما قال لك الشباب هي اللي تنفذ البلاد. والتوظيف خويا التوظيف شباب نقول لك راه كاين راهم يلونسوا في الجورنال، راهم يلونسوا في هذه الاذاعات اللي حلت جديده، بصح مازال خاص منا هكا، مازال خاص كود بوس كبير باش ان شاء الله بربي ديسي دو زون ولا تروا زون يكون هذا المشكل تاع البطاله يكون نحل ان شاء الله كاع. ماذا بينا كاع هاد الشبيبه اللي ما قراش يخدم يدير مهنه، يدير كيما نقولوا هذا مانيش عارف انا التكوين المهني، يزيدوا يحلوا مؤسسات واحده اخرى باش ما يخلوش شبيبه في البطاله. هذه هي كينا نسمعوا هذو الاطارات تاعهم يهضرون هذه الهضره وكاع، شغل جاني ديموراليزا شويه. سي فري الدوله راهي تحاول هكا وكاع، بصح ماناش نشوفوا في التيره، ما كان والو. واحد راه يقرا شغل يقرا وما عندهش افينير، ما عنده حتى حاجه، ما عنده، فهمني خويا. هذه هي قلت لك بلادنا ما فيهاش غير البترول، دوكا فيها كاين زراعه، كاين المصانع، كاين الفلاحه، دوكي الناس تزرع، الناس تخدم، يطوروا شغل الميادين الاخرى كيما نقولوا في الجزائر. ما كان عندناش غير البترول في الجزائر، وراهي كبيره الجزائر والصحراء فيها، واسمه استصلاح الاراضي وكذا، كاين بزاف فايس ويعطيكم الصحة. واليوم رانا سمعنا بلي راه يقول لك زيروا السنتورة يزيرها هو الأول ومن بعد يفوت للشعب، فهمت؟ ومن بعد كي زير هو السنتورة، حنا ثاني راه عندنا الشباب هذا راه ضايع، نص الشباب راه تايه، واش نقولوا كيما عندنا بديل على الغاز الصخري وعندنا بديل على البترول، وعندنا أرضنا راهي الحمد لله تتكون من ثلاث فصول أربعة، وراه فيها مناخ مليح،
فيها ناس شباب حابين يخدموا، فيها الصيد البحري، فيها الفلاحه، فيها الذهب، فيها كلش. كاين بديل على هذا، والحمد لله حنا نتمنى وان شاء الله يخدموا لنا البلاد ويبنيوا الشعب هذا يوجهوه.